نمو بنحكي عن دانيلا رحمة. رح خبركم أنه مسلسل بيروت سيتي اللي بتتابعوه على MBC4 صار بحلقاته الأخيرة، والفيدباك عليه من الجمهور كان ما بين اللي حب القصة وبين اللي عنده بعض التعليقات. الفرح، الحزن، الحب والرومانسية ببيروت سيتي. دانيلا رحمة ببيروت سيتي جريئة عنيدة ووحيدة، هيدي كانت أبرز عناوين الصحافة على المسلسل، فالفيدباك كان معظمه إيجابي، خاصة أنه نص الكاست بيمثل للمرة الأولى. أنا وقتها فتشت على الكاركترز، ما كان بدي حدا معروف بالسوق، كان بدي وجوه جديدة، بس الأوتكم كان it was amazing. يعني عندهم باشن، الأربع بنات بياخدوا العقل. اللي عمله بيك ما بينتسى، بس بالنهاية هيدا بيك. خلص مش طايقته. Anyway، دقيت لعمو سامي، قال يارا تعبانة شوي. والكيميا بين البنات الأربعة كانت واضحة، والكل حكي عن الهارمونية اللي جمعتهم. الحلو بقصة بيروت سيتي أنه بيست على أربع صبايا، منه بيست على صبية وحدة، سو ما في بطلة وحدة، في أربع أبطال. إذا بتشوف كل كاركتر، ما في ولا كاركتر بيشبه التاني، كل وحدة عندها كاركتر وكل وحدة من طبقة مجتمع معينة. طلع عندي عائلة، بطيرك على ما بعرف شو بدي اعمل. وهالعمل تصور بطريقه سينمائيه، والجمهور لفتته الكواليتي وطريقه التصوير. تقريبا سنه بال خلصنا تصوير وخلصنا بوست برودكشن. نحن عنا اذا بتشوف سين، في عنا 2 كاميراز، عنا تقريبا 12 شوت بالسين، وعنا كلوز ابس، عنا كثير فرايتي اوف شوتس اند انجلز. وتطوير الشخصيات كمان شغل عليها بشكل كبير. من دانيلا وفاتت بيارا بطريقه بتاخذ العقل، وهيدي كانت اول تجربه لها. مرنت انا وياها بوكسينج، ما عندي بوكسينج قبل، فتنس، موتور بايكينج، كيف تصلح سيارات.